سلاو بەرزان هەموو لایەکتان خۆش هاتن بۆ بەرنامەی ئەمڕۆمان هیوادارم هەموو لایەکتان باش بن سەلامەت بن. بەرنامەی ئەمڕۆمان لە ژێرناوی خەتەنەی ژنان سەیرکردنی ژنان وەک ئاودەست بۆ بەتاڵکردنەوەی شەهوەتی پیاوان. ڤیدیۆم بۆ هاتووە کە عەبدوڵڵەتیڤی سەلەفی بانگێشەی خەتەنەی کچان دەکات لە کوردستان و من گوتم بەڵێ عەبدوڵڵەتیڤی سەلەفی ناحەقی نییە، چونکە پێغەمبەرەکەی فەرمانی کردیە بەم کارە و قورئانەکەی وەکو ئاودەست سەیری ژنانی کردیە بۆ بەتاڵکردنەوەی حەز و ئارەزووی پیاوان لە ژنان، وەکو لە عەرەبی پێدەوترێ قەضا حاجە. تەمەنم 6 ساڵان بوو منیان برد بۆ حەمام. نازانم چەند کەس بوون. پۆشاکێکیان خستە سەر چاوەکانم. گشت ئەوەی دەرکم پێدەکرد لەو کاتەدا لە پێچی پۆڵاین بوو کە سەرم و باسکم و قاچەکانی گرتم تا وەکو نەمتوانی بەرگری بکەم و بجولێم. وەلاشەی ڕووتم هەستی کرد بە کاشیە ساردەکانی حەمام و جۆم لە دەنگ و چرپەی نەناسراو بوو کە لەگەڵ دەنگی شتێکی ئاسنین تێکەڵ ببوو. ئەو دەنگە ئاسنینە چەقۆی قەسابی بەبیر دەهێنامەوە کە چەقۆکەیان تیژ دەکرد بۆ سەربڕینی بەرخ لە ڕۆژەکانی جەژن. وە خوێن لە دەمارەکانم مشک ببوون. وام هەست دەکرد کە کۆمەڵێک دز منیان لەسەر جێگاکەم فراندووە و خۆیان بۆ سەربڕینم ئامادە کردووە. جوێکانم کاز ببوون بە دەنگی تیژکردنی ئاسنەکە تا وەکو وەستا داخسینمدا لە لێدان کەوت و هەستم کرد کە کاتێک هەناسەم گیراوە و چاوەکانم داپۆشراون ئەو شتە ئاسنینە لێم نزیک دەبێتەوە، لە سکم نزیک دەبێتەوە، لە شوێنێک لە نێوان ڕانەکانم. لەو کاتەدا قاچەکانی منیان کردەوە، قاچێکیان لە قاچێک دوور خستەوە. هەستم کرد کە چەقۆ یا مووس وەک ئەوەی ڕێگ دەکەوێتە سەر ملم. هەستم کرد شتە ئاسنینەکە بە تیژی و بەهێزەوە شتێک لە نێو ڕانەکانم بەشێک لە لاشەم دەبڕێت. بەدەست ئازارەوە هاوارم کرد، لەگەڵ ئەوەش دەمیان گرت بووم. ئازارەکە تەنها ئازارێکی ساکار نەبوو، بەڵکو ئاگرێک بوو بەسەر تاپای لەشمدا دەهات و دەچوو و خوێن لێمەوە فرکەی دەکرد. حەمام لە دەوروبەرمدا سوور بوو و نەمدەزانی چیان لە من کرد و هەوڵیشم نەدا بپرسم. دەگریام و دایکم بانگ دەکرد بۆ ئەوەی ڕزگارە بکات و تووشی ئەو پەرشۆک بووم کاتێک بینیم دایکم بە گۆشت و خوێنەوە لەگەڵ ژنەکان، ژنە نامۆکان وەستاوە و قسەیان لەگەڵدا دەکات و زەردەخەنەیان بۆ دەکات. وەک ئەوەی چەند ساتێک پێشووتر کچە منداڵەکەیان سەر نەبڕی بێت. ئەمە ئەوەی خوێنمەوە لە پەرتوچی ئەلوەجه العاری للمەرئە العەرەبیە لا پەرە 1718 لە نووسینی نەواڵ سەعداوی کە باسی چۆنیەتی خەتەنەکردنی خۆی دەکات. جودبوون لە ڕوانگەی ئیسلام و پیاوانی موسڵمانەوە بەتاڵکردنەوەی پێداویستی پیاوە، وەکو بە عەرەبی پێدەوترێ قەضا حاجە، واتە بەتاڵکردنەوەی پێویستی. وەک ئەوەی گرنگ نییە، وەک ئەوەی بۆ ژن گرنگ نییە لایانی سێکسی و عاتفی. تەسەورکن لە تراسی ئیسلام و لە قورئاندا دەربڕین کراوە لە گوکردن و لە جودبوون بە هەمان چەمک، چەمکی قەضا حاجە، واتە بەتاڵکردنەوەی پێویستی. صحیح مسلم لە کتاب نکاح باب ندبی من رأى امرأة فوقعت في نفسه ئەن یأتی امرأته ئەو جاریته پێمان دەڵێت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه. سيدي كتشمشي قضى حاجته. طيب بيغنبري الله جنيشي بيني ببلبل خوي جاندا ومالا ولا زينب جني دلي قضى حاجته. بيغنبر قضاء حاجتي خوي كرت واتا بيداويستي خوي بطل كردوا. اینجا دەرچوو گەڕایەوە بۆ لای یاورەکانی
ولا صحيح مسلم هاتو بجمارة سياسات وحفتا وشوار قضاء حاجة بماناي قو كردنده أن النبي صلعا قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء بيغنبري الله قضاء حاجي خوي كرد لتواليت واتا قوي كرد أو بخواردن يعني بويته كردو دستي بأو نكردو خواردي هروق بيني من قضاء حاجة بماناي جدبون لقل جنده شك الجن لروانق إسلام ووكو تواليت ويا بيغو خوي تدا بثال دكاتوا وروا قضاء حاجة بماناي قو كردنده شوين كوا قوي تدا دكي لروانقي محمد و جن قضاء حاجبوا وقو كردن قضاء حاجبوا وأوي سير قرآن لآياتي سيوحوت سورة الأحزاب آما جاب قضاء حاجدك ضلي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك زنا قضاء وتهركاتك زيد خوي لزينب بطال كردوا بيداويتي خوي لزينب بطال كردوا أو زينب ما كرد بجنيتوا هل لبرا وقرآن لآياتي تلوسي سورة النساء آيات ششي سورة المائدة قو كردنو قان كردن واتجدبون لهمان آزدادني كاتك دلي أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هو بياواني مسلمان كاتك لقو كردن قرانوا يا لقل جنان جدبون أقر آوتان دزنك تيمم بكان بيمان دلي كقضاء حاجة ياخد الروانغي إسلاموا قرآن محمدوا قضاء حاجة بوغو كردن بكارده قضاء حاجة بوبطال كرنوي بياوان لجنان بكارده باش بين سبارد بموضوع ختنا لرابردو باباتهم لسري كرده سيري أو آمار بكم بجويري آمارو داتي يونيسيف كالسالي 2016 درچوا جناني ختنا كراوي 8 نيوان 15 بوچلو 9 سال بزن لچوه 200 مليون مينة لسال 2016 ختنه کروا سيري اولاتان بکن سومال ستانوتو هشتی جنان ختنه دکرن سومال ستاستی مسلمان غينيا ستا هشتاونوی مسلمان ستانوتو هفتی جنان ختنه دکرن جيبوتي ستانوتو چواری مسلمان ستانوتو سي جنان ختنه دکرن سيراليون ستا هفتاو هشتی مسلمان ستانوتو جنان ختنه دکرن مالي ستانوتو دوی مسلمان و ستا هشتاونوی جنان ختنه دکرن مصر ستانوتی مسلمان و ستاشتاخوتی مسلمان ختنه دکره سودان ستانوتیویچی مسلمان و ستاشتاخوتی ختنه دکره اریتریا ستاسیوششی مسلمان و ستاشتاوسی ختنه دکره بورکینو فوسو ستاشستویچی مسلمان و ستاشتاوششی ختنه دکره گامبیا ستانوتیوششی مسلمان و ستاشتاوپینجی ختنه دکره اثیوبیا ستاسیودوی مسلمان و ستاشتاوچواری ختنه دکره الجمهوری الاسلامی الموریتانیا كوماري إسلامي موريتاني ستا ستي مسلمان و ستا شستنوي ختنة دكري ليبريا ستا دوانزي مسلمان و ستا پنجاي ختنة دكري غينيا بيساو ستا چلو شاشي مسلمان و ستا چلو پنجي ختنة دكري چاد ستا پنجاو پنج مسلمان و ستا چلو چاري ختنة دكري ساحل حاج ستا سيو حوتي مسلمان و ستا سيو هشتي مينكان ختنة دكري نيجيريا ستا چلو نوي مسلمان و ستا بيشت پنجي ختنة دكري سنغال ستا نوت حوتي مسلمان ستا بيشت پنجي مينه ختنة دكري كوماري افريقيا ناوراز ستا نوي مسلمان ستا بيشت چواري ختنة دكري دوار و ابروبو كينيا و يمنو تنان لراپورتگا آماجا بكردستاني خومن كراوا واروا بجوري 2013 ناشنال هيلث سيربي كوالا اندونيجيا كراوا لدو مينه ختنة دكري و اندونيجيا چكلا گورترين ولاتاني اسلامي بجوري راپورتگا روگ آماجا پیکر ختنين كتان بشوهي چي بر بلاو باوا لکردستان بهوی امه تکرنی راپورت که دلی راپورتی رخراوی تندرستی جیهان که سالی 2006 در چوار دلی بهوی امه تکرنی منالانی کچ لنیوان 10-20 منال لکوی هزار منال بهوی ختنه و دمرن بابین بزانی ختنه کردن من یک فتوه تان بودین پیدوت دارو الافتاء سی فتوه دارو الافتاء المصرية ما حکم ختان البنات حکمی ختنه کردن یک چان چیه بجماره 709 موضوع اکجماره 1202 ختنه یک چان برواری 21 1981 المفتی فضیلة الامام الاکبر الشیخ جاد الحق علی جاد الحق مفتي قورا إمامي قورا بناوي جاد الحق طلي اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاف في حق الإناث مشروع ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجبا طلي
وهروا فقيها كان إسلام كوكن لسر أوي كبياوان دبي ختنة بكرين وجنانيش دبي قيد كيان ببري وأما مشروع شرعيتي هي بلام كوكن لسر أوي كآية أما السنة يا واجبة. والختان للرجال والنساء من صفات الفطرة التي دعا إليه الإسلام وحث على الالتزام بها واروا ختنة كرني بياوان وجنان يجيك لصفات فطرة كان كإسلام بانجيشي بولكات وإسلام دعوة دكات مسلمانان التزامي بيوبكن ودليل صحيح بخاري ومسلم هاتوا كمحمد قتيتي فترة بينشتا كيكي جان ختنا كردنا ودليل الله لآياتي سي سورة الروم قتيتي فترة الله التي فطر الناس عليها أما فترة الله كخلشي لسر راهناوا يا بنيادناوا ودليل ابن القيم لهامش شرح السنة للبغوي جزء دولة برصة دا لباب الختان وهروا لبرتوشي تحفة المودود دلت اختلف الفقهاء في ذلك واتا زاناني إسلام ناكوكن آية ختنة سنية يا واجبة. قال الشعبي ربيعة أوزائي يحيى بن سعيد الأنصاري إمام مالك إمام الشافعي إمام أحمد بن حنبل دلن هو واجب ودبي بكري وشدد فيه مالك حتى قال من لم يختن لم تجس إمامتي وبو بياوان تنان إمام مالك قتيتي بو بياوان استدنستر بياوان طلع أجر هاتو بياو نكري أو نابي بكري بإمام وشتنان دل شاديش قبول نابي وهروا لفقه إمام أبي حنيفة الاختيار شرح المختار للموصلي جزء دولا برصة بيستويك في كتاب الكراهية طلع إن الختان للرجال سنة وهو من الفطرة والنساء مكرمة زور سباز إمام أبو حنيفة قلت يتي واجبني بلان بوجنان مكرمي الرز قرتنا قرفتي الرز لجن بقري دبي توزي شيلي ببري دبي ختنة بكي أو الرز قرتنا كيانا تنانت تناسي الرز لإسلام جيوازة لقل قشتي مروبايتي الرز لنان تناسي يتي تايبة وبرزي هي لإسلام بشيوي اشترا حتى قلت يتي إمام أبو حنيفة فلو اجتمع أهل بلد مصري بنمونه هنا وكما على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه وإمام أبو حنيفة قلت يتي أقل خرشي ولاتي كوكبن وكو مصر قريمان لسر أوي كدس برداري ختنة كردن دا من بو بيوان و بوجنان أو إمامي مسلمانان ما في خويتي شريان دجبكا شك ختنة كردن لشعائر كاني إسلاما ولا تايبت من يكاني إسلاما والمشهور في فقه الإمام مالك في حكم الختان للرجال والنساء كحكمه في فقه تاوق وفقه الإمام شافعي جك كرت شافعية جزئي يقلع بردوسط نوت حوت طلع من المهذب للشيرازي وشرح المجموع للنووي إن الختان واجب على الرجال والنساء إمام شافعي ككل شافعية ضلي ختنة كردن واجب لسر بيوان ولسر جنة وفقه الإمام أحمد بن حنبل المغني لابن قدامة جزئي يقلع فرحة مع الشرع الكبير وابن أحمد بن حنبل كابن قدامة للمغني آمان إن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء لأن إمام مالك بشمان بوتوز بشتر دلي واجبة إساو كي مكرمة يرسلنا للجنة بروا أبين تزيق باكورتي كينوا لبقى دلي وخلاصة هذه الأقوال إن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال والخطاب في حق الإناث مرو دلي الله عن جيش القانا فقهاء إسلام فكر سر أوي ختاني بيوانو توزيك بريني قيد كيجنا بيبك واجبة توزيك براسك وقد استغل الفقهاء على خطاب النساء بحديثهم عطية وروا فقهاء كان إسلام أماجر فربيد كمحمد بجنش بكية بني أم عطية وقيد كيجنا بريو سرد محمد بكية إن إمرأة كان تختن بالمدينة فقال لها أن صلعم اقضي ولا تنهي فإن ذاك أحظى بالزوج وأحظى الوجه محمد أم عطية كذب والمدينة جاني خدناك فيها أي أم عطية توزي ببرو زورها تجمك
ئاواخۆشترە بۆ پیاوان هەمیشە مەدری لە خۆشی پیاوانی کردو لێ دیگوت ئاواخۆشترە بۆ ژنان نا محەممەد دەزانی لەگەڵ بڕینی خۆش نان بەلایەوە گرنگ بووە ئاواخۆشترە بۆ پیاوە وەلوایەک هاتووە هەروەک فەتوکافە محەممەد جێک باوی حەبە فێر دەکات کە چۆن ژتان خەتنە بکات پێشڕەوی مەبایەتی ژنە فێردا پێشڕەوی مەبایەتی ژنە فێردا چۆن ژنان خەتنە بکات محەممەد ژنێک باوی فێر دەکات کە چۆن کان خەتنە بکات کاتێک ژنانی مکە کوچیان کرد بۆ مەدینە ژنیان دا بەناوی محەبیبە محەبیبە خەرجی خەتەنەی کانی مەڵ بوو کاتێک پێغەمبەر بی گوتی ئەی ئۆ محەبیبە دەنگکرا دەنگکرا بڕابکە چارەم نییە ئێستا دەنگ باشتر بوو کاکەق دەنگ باش نییە ئێستا چۆن باش بوو دەنگ باش بوو چۆنە دەنگ دەنگ گۆڕان خراپە بەڵام بەڕاستی دەنگ گۆڕان خراپە چش ئینتەرنێتمان یەک دەقەدەی بۆ شوێشتر بکە چارم ناچارە دەی بە بۆ شوێشترا بۆی چکەدەی ئەو بەڕێت ئەو دەی بە بۆ شوێشتر دەیبم بۆ سەر بۆ بزم ئەگەر کرا تیوارم باش بیبم بۆ سەر بڕان لەسەر بۆ باشتر بی چۆن باشتر بوو ئەدار باشتر بێ باشتر بوو کامێرە لادەم برا کامێرەکە دەکوژێنەوە ئێستا چۆنت باشتر بوو باشتر بوو چۆنە ئەتۆ ماقولە ئەو ئاون ئێستادای هەمولاێک بکەم کەرمەپولە سەتنا باشیان دەق بۆشی دەبی ببڕێت کەمێک باشتر دەنگ سا دەنگم ساڵ بێ فەرواکە بەرەوە دەبێ و دەڵێت محەممەد ژنێک بتەنە بکات دەڵێ کاتە ژنان کۆچیان کرد بۆ مەدینە ژنێکیان لەگەڵدا بوو بەناوی ئوم حەبیبە و بەوە ناسراو بوو کە کچانی خەتەنە دەکرد کاتێک محەممەد بینی پێی گوت ئوم حەبیبە ئەو شتانت پێیە کە کچان پێی خەتەنە دەکەی وتی بۆ پێغەمبەری ئەللا حرامە فەقاڵە ڕەسوڵ الله بەل هووە حەلالون وتی نەخێر حەلالە خەتەنەکردنی کچان حەڵاڵە فەدنی منی حەتا ئەو عەلیمکی لێم نزیک بۆ تاوەکو فێر بکەم چۆن دەبڕی محەممەد ژنێکی فێر کردیە چۆن نێوگەڵی کچانی مناڵ ببڕێ دەڵێ فەدەنت منه فەقالە یا ئوم حەبیبە ئیذا ئەنتی فەعەلتی فەلا تونهیکی فەئینەه ئەشرەق للوەجه وەحدا للجەوج لزەوج وتی ئوم حەبیبە ئەگەر بڕیت زۆر مەبڕا چونکە ئاوا خۆشترا بەو پیاوان وجاء في حديث مرفوع وروى لفرمودي كاتوا كأشوكاني لني نيل الأوتار جزء يقلا برصة بسيطة ما جيب إكردية محمد قتويتي يا نساء الأنصاري اختفضنا ولا تنهكنا أي جناني أنصار يارا بقروب قصي كردية بقروب بوجنا قصي كردية كشكاني انخطنا بكن باشا بقروب قوتي أجر كشكاني خوتان خطنا كرزور مبرم كميجي ببرم دەڵێ اینجا شێخ ناوی چی بوو ڕئیسی فەتواکە ناوی چی بوو والحاصل چی دەڵێتن ومن هنا اتفقت كلمة فقهاء المذاهب على أن الختان للرجال والنساء من فطرة الإسلام وشعائره
وإنه أمر محمود. طالب ولي ردا هموزة أنا يعني إسلام لهموما سبقان كوكن كختنا كردني بيوان وجنان لصر فترة إسلامة كارتي باشا شرعيته ولا شعاري إسلامة وكارتي شاكا ولم ينقل عن أحد من الفقهاء المسلمين فيما طالعنا على كتبهم الذي بين أيدينا القول بمنع الختان للرجال أو النساء وعدم جوازه أو إضراره بالأنثى. ودل يستيلي قش أو برتوكان ما كردي فقه كان إسلام يقزانا من نبيني وكبلي ختنا كرني إسلام قد غي نابي حرام دل يحموي هوران لسر أوي كختنا ذكري. أما الاختلاف طالما ناكو تشاني هي دل يثن واجبة هي دل يثن سنة هي دل مكرمة ولا إسلام ويب سؤال وجواب هاتوا سبارد بو فرموديك محمد قتويتي اخفضي ولا تنهكي لك أو فتوايا لبانزي ذو الحجة صال 1422 بلاو بوتوا طلعت أو فرمودي شيخ الألباني لصحيح الجامع بصحيح دانوا واروا بيغنبر لو فرمودانا چي دلت أمر النبي صلعا بالختان ونهى عن الإنهاك فالأمر بالختان جاء لأجل تخفيف الشهوة عند المرأة لأنها إذا تركت دون الختان اشتدت شهوتها فكانت عرضة للوقوع في الحرام. ضلي بغنبري الله فرماني كردية بختنيجنا بل أنه كردية هاتك بكري بتراوي ضلي ليردا بغنبر فرماني كردية بختنيك كان بوأوي شهوتي جنان كم بيتوا چکه اگر جن ختنه نکره او کاتا توشی کاری حرام دبه باش و دلیش شیخ الالبانی سلسله الحادیث الصحیحه جزء دول ابرسی 155 بجماره 733 دلیب اعلم ان ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظن من لا علم عنده. دلیش شاق بزانا كختني جنان كشان لا أهل سلف هيج خلاف إلى سرنبو كجند أبي بكرة نج أو يكواهن ديك زبجهلي خوي دل الإسلام دابونينيا ومنها عن أم مهاجر وأم مهاجر أمجب فرمودي لك أم مهاجر دل لقل كومالك كشي رومي كرين بسبايا كاتك مسلمان لسردم عمرة يريشيان كردو تسر مكان هنديك شي روميان بدا سيناوا أم مهاجر دل منو كومالك كشي رومي بسبايا جيران امان هنا بولاي عثمان منو كتي كان مسلمان بوين طلي او بو عثمان فرماني كر كمنو كتكا ختنا بكرين واروها للأدب المفرد للألباني باب له في الختان بجمارة 1283 هروها كتي خشكا كاني عائشة كتي خشكا كاني خوي ختنا دكات تنانا كاتك آزاريان دا بيداوة لعائشة دكان أي عائشة بوراني بيجي كان بوبينين كواب ووي دليان بداتوا دلي باشا چشنية ولا صحيح مسلم بجمارة 349 لبابي إذا التقى الختانان وجب الغسل أجر أو دوشويني ختنا دكرين ديق بكوان غسليان لسراء وهذا صحيح مسلم شاتيو أماجي بلقا بلام شيخي سلفي كان شيخي عبد الجنس اللطيف بزاين شيد الله يزور مهمة شيخ الإسلام ابن تيمية مجموع الفتاوى جزء بيستو يقلع برصة تشواردة قتيتي المقصود من ختان المرأة تعديل شهواتها فإنها إذا كانت قلفا كان مختلمة شديدة الشهوة ولهذا يقال في المشاتمة يا ابن القلفاء فإن القلفاء يا قلفاء تطلع إلى الرجال كثير أكثر ولهذا يوجد من الفواحش من في نساء التتر ونساء الأفرنج ما لا يوجد في نساء المسلمين. طلب ابن تيمية طلب ما بس لختني جنان أو تعديل شهوة يامك ريجب قيجك الشهوة يام زورة كمك دايبة زيني طلب هر لبر أوش أجر جنك ختنانا كرابي شهوة زور زورة يارا ابن تيمية توزك شارة زايها بولوشتا لقالوا جنين هنا ونظم شون وظل لبر أول كاتي كاتك جوان بكسيك ددري أجر هاتو دايشي ختنا نكرابي بيدو تي كري قلفاء واتا كري دايك قيد كنبراو بزانا چن محترم بوينة دلي لبر أوي أو جناني كختنا نكرين زور چاو بازن زور سيدي بياو دكن هل لبر أوج دبيني فاحشة
زینا اجگار زور ناو جنانی تتر و جنانی افرانجی و بحكم او جنانی مسلمان ختنه دکرین فحشان تدا کم ترا اخ ابن تیمیه چون امرونا دا جای سیر دکر ختنه کراوکانی مسلمانانیش خویان بو ناجیرتن چون سیر کنده دکر او رکنده دعوا ولا موقع الاسلام سؤال وجواب بجمارات 5528 تاريخ النشر 22/9/2005 هاتوا كسك برسياري كردوا طلعت كاتان لكم ارجو ان توضع لي الفوائد الطبيه من ختان البنات طلع دعوتان لكم هندك لا سودا تزيشتيكاني ختان كرنيك شانم قبلن البته الدكتور دروزني وكو عبيق اجغار زورا كدين كومالك درودكن كاصل اساسيني تشيدله وفي ذكر بعض هذه الفوائد يقول الدكتور حامد الغوابي وسبارت بهندق لو سودي سودي ختنا كرنيك كان دكتور حامد الغوابي دلع تتراكم مفرزات الشفرين الصغيرين عند القلفاء وتتزنج ويكون لها رائحة كريهة وقد يؤدي إلى التهاب المهبل أو الإحليل وقد رأيت حالات مرضية كثيرة سببها عدم إجراء الختان عند المصابات دلع شلي او شلي كوال زي جندر ددري دولي وبچوكا كاتشونكا اندامي زاوزي مين اللي بچوچي هي دلي او افرازاتا او شلمن يذر اللي كودا بيتوا دبي بماده شي لينج او ماده لينج بوني زورنا قوش ديار جنابي بوند كاتل ديار لوتي زورن ذكر دوتو لوي دلي بوني زورنا قوش وجاروي او ماده لينج دبيتو هي التهابات زيجن يا التهابات تشوچي بياو وتلي حالات زورم بيني ولا جنان حالات زور جنان بيني وا ك بهوي تلي حالات زور درجنان شي زورم بيني وبهوي وختنان كراون دوشاري التهابات ونخوشي بون استا فيمبل الدكتور حامد الغوابي توبياوي شي مسلماني چون نيوغل جنان شي زورت بيني وا ايل اسلام دا حرام نيا فيمبل چون بيني دا كو اغلبش دي دكتوري جنانم لإسلام دا حرامة بياو بيا بدكتوري جنان چونت بيني وا خو ليبان نبوي بدكتور غيلوم قابلتو دكتور غيلومي واروها دواترها توضلي والختان يقلل الحساسية المفرطة للبذر الذي قد يكون شديد النمو بحيث يبلغ طوله 6 سنتيمترات عند انتصابي وهذا مزعج جدا للزوج وبخاصة عند الجمع وظلي هروها جاروية أو قدكية دبيتها زور هستيار دبي كاتك هستيار دبيتن ظلي دكشي تنانا جاروية درجي كي دقاتا 3 سنتيمتر و أو 3 سنتيمتر زور ناقوشة بو بياو لكاتي جيما لكاتي جدبون اگر قدكي جن بيبا 3 سنتيمتر بو بياو اگر زور ناقوش دبي لكاتي جيما وظلي الختان يمنع الغلمة الشديدة التي تنتج عن تهيج البذر ويرافقها تخبط بالحركة وهو صعب معالجة واروا اوقت كيا زور بأساني دوروجي كاتك دوروجي جنك لقلي دا دوروجي لبرو بيبري باشترا هموش تقل لبيناوش يكم كرنوي شهوتي جن اوي سيرا برزان آتي چواري صورتي التين دالي لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم مروف مان بچاكترين شيو دروس كدي والله مسلمانان دالي نخير دبي خطانا بكري الله علي كردو بچاكترين شيو دروسي نكردي بهوي اوقت كيا جنان شهوتيان اشجار زورا اما دبي بيبرين بوي شهوتيان كم بيتوا بوشي بوي بتوانين تنويع بكينو تشوارجن بيني مسلمانا اخو اوفيان لي هلساوا بدز ام قيد كوا شكو اگر جن قيد كي نبري عبد الجنس اللطيف فريا جني تشجنا كويتن باشا لحق جني تشجنا بلام اگر بريت تتواني سيجنو تشوارجن بيني وكو ابيك باشا اوه جا قال تجاري مسلمانان اگر هاتو ليان برسي بوتي بياوه كوچوار جن بلي اخر شهوتي بياو زيادر لشهوتي جن نا خودي او فرمودان بومان دا سلماني وموضوع ختن جنان هر وقو بينيتان شهوتي جن زيادر لشهوتي بياو درو دكا واروها محمد بشويتي خلا ختني لا شريعة موسى ورقرتيان تورات لسفر لاوين إصحاح 12 دقيسة دلت ختنة كردن تنها بونيرينيا بومينانيا بوچي چونك خدا إلهيم پيماني بستاوالقل إبراهيم
و ختنه نشانه و جوی پیمانی نیوان خدا و ابراهیم لگل نوکان ابراهیم لبرانبر او دا یهوی بلینی به یهودی کان داوه که اگر تنها یهوی بپرستن و نشانه او پرستنه او پابنبونه ختنه کردنی نیرینه لروجی هشتم او یهوی خاچی کاملک ملتیان پیدا دا که خاچی پیروزه هر وکول سفر تکوین اصلاحی حفده هاتوه لبرو همو نیرینه چی بنی اسرائیل که تک تمنیان دبی به هشت روش دبید ختنه بکرد و مینه به هیچ جوره ختنه نکرد و سبارد با عقیده مسیحی ختنه کردن بونینیا یک دقتان بوده خوینموه وگل نامه پولس با خلچی غلاطیا اصحاحی شش دقی پانزه هاتوه دلی لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة ضل ولا روانجي مسيحي يسوع كسي ختنا كرابي يا ختنا نكرابي هيج سودينابي يعني هيج فرقينيا ختنا كراو ختنا نكراو سودينيا ودقي تريشيا ليرد هذا بينين ك لكوتاي دا بوان جوان لنا بو تنها اگر دنگم باش بيه اگر دنگم باش بيتن بس دنگم باش بيه او برزانه با او دخوین مو کتایی پیدینم دنگ باشه برزان نه نه بابت تن درستی نیتا نه باش نوال سعداوی لپرتوچی الوجه العاری للمرأة العربية ما بستی مرأة المسلمة لا پرا حفده و هجده وصف دکا که کاتک ختنیان کردو و دلید. تمنم 6 سالان بو منیان برد بو حمام. نازانم چند کس بون. شتی چان خسته سر چاوکانم گشت اوی درکم پیدا کرد لو کاته دا. لپیچی پولاین بو که سرمو باسککانم و قاچکانی گرتم. تاوکو نمتوانی برگری لخوم بکمو بجولیم. ولاشی روتم هستی کرد. بساردی کاشکانی حمام جمل دنگو چرپین ناسراو بو کلگل دنجی شتیچی آسنین تیکل بو او دنگا آسنینا چقوی قصابی ببیرده نامو کل روشکانی ججن تیجیان دکرد بو سربرینی برخ و خوین لدمارکانم وشک ببون وام هزدکر که کاملک دز من یان لسر جگا کم فراندو و خوین آماده کردو با سر برینم جوی کانم کاز ببون بدن جی تیش کردنی آسنکا تاوکو بدن جی تیش کردنی آسنکا وستاو لگالی دا دلیشم لناو سینم دا للیدان کود و هستم کرد که کاتک هناسم جیراو و چاوکانم دا پشتراون اوشتا آسنینا لیم نزیگ دا بیتوا لسکم نزیگ دا بیتوا لشوینک لنیو رانکانم نزیگ دبیتوا لو کاتا دا قاچکانیان کردموا قاچی چان لقاچیک دور خستوا هستم کر کچاقو یا موس وگ اوی ریگ دکویت سرملم دکویت هستم کر شتا آسنی نکا بتیجیو بهیزوا شتیگ لنیو رانکانم بشگ للاشم دبرت بدز آزارو هاوارم کرد لگل اوش دمیان گرتبون آزارکا تنها آزارک نبو بلکو آگرگ بو بسر تاپای لشم دا دهاتو دچو وخوین لیمه و فرقی دا کردو حمامی دورو برمی سور کردبو و نم دزانی چین لمن بری و هولیشم ندا بزانم یا بپرسم دا گریامو دایکم باند کرد بو اوی فریام بکوید و توشی او پرشوک بوم کاتگ بینم دایکم بخوین و گوشت و لگل جنکان وستاو جن ناموکان قصیان لگل دادکاتو زردخنان بودکات وگ اوی چند ساتک پیشو کچه منالکان سر نبری بید کاتی چیشاد تاوکو برنامه چیتر همو کاتان خوشی بید لگل خوش ویستی پشتیوان عبدالله بردان دبین ل توبخانه روناچی و مولگی تاریک پرستان و برد پرستان بردومنده که این هر بشین.